مباشرة وعمل ضغط في الميدلين لوحده، وحتى الاستاذ فلاي موجود في البوت، الشادو اوفرلورد موجود، الشادو تايرن صفى يديه، وفريق كي بي ال مازال عندهم الادفانتج. شوف الدامج على بلاك مستحيل في ال 1 في 3 سي سي على ثلاث اشخاص من طرف الموزي، ولكن ما فيش الفولو اب الكافي من طرف كي بي ال. ممتاز البوك طلع من يونيو فقط بالبيزك اتاكس مش عادي من الارلي، عنيف عنيف جدا بهذا الهيرو من بدايه المباراه الى حد هذه اللحظه، ولكن امبيونيتي يعتبر يعني وصلنا الى دقيقه رقم 11 الى حد ضد فريق الكي بي ال، فما فيش رقم قياسي موجود معنا في هذه المباراه، ولكن اتوقع تيم فايت ممكن تخلص في اقصر وقت ممكن، ورقم قياسي ممكن يعتبر في الفايتنج. والانجيج حاضر من بانج ولكن تراجع سريع، هذا كله فقط ربح للوقت، تدمير البوك والانجيج حقيقي انجيج ما وصل جوت لايك يصير يونيو مباشره ياخذون هذا الكل 1-0 لحد الان، التهديد موجود على الكريستال لفريق امبريتي ممكن ينهوها الان، فريق كي بي ال يسخن من حول الامام، شوف اللعب الخفيف من طرف يونيو بالميدلات، يونيو ياخذ الكل انجيج من طرف برايم جي الاخرى على الباك سايد، 2-0 لحد الان، ثلاثه من بلاش اربعه من بلاش، خليها تكون ايس من كي بي ال دريم تيم، هيفوزوا بفوز مقنع كلين سويب على امبريتي 2-0 وغيكونوا هم الاولى وانس اجان. اسرع ربع نهائي لحد الان في البطوله العالميه دي اونر اوف كينجز، وطبعا بحضور الجمهور الصيني لتشجيع فريقهم المفضل والمرشح للفوز بهذه البطوله كلها. 2-0 خفيفه نظيفه، مجموع 18 دقيقه في مباريتين فازوا بها فريق الكي بي ال امام الامبيونيتي، بصراحه يعني نشكرهم على ادائهم وحضورهم يعني في هذه البطوله، ولكن مستحيل تتعدى يعني عتبه فريق الكي بي ال ومحطه الكي بي ال، ما شاء الله ماكرو ممتاز، مستوى فردي لكل اللاعبين وخاصه رونج ويونيو رهيبين جدا، وطبعا الصينيين يعني من سنوات وهم متمارسين ومتمكنين من هذه اللعبه، فنحن ممكن جديد علينا المستوى هذا المرعب ريزو، ولكن سنتعود عليهم ان شاء الله ونتعود ان نشاهدوهم في البطوله العالميه. يا حضور محترم من طرف فريق امبيونيتي، شكرا لهم على الاداء اللي قدموه في الاي دبليو سي لاتش او كي، ولكن يسوي لحد يخرجوا معنا من التورنمنت. جي جيز لفريق كي بي ال دريم تيم، يمكن هم الاقوى كما كانوا من بدايه هذا التورنمنت الى حد الان. يا حبيبي سموت، عندك كلمه اخيره تقولها ربما على رايك في الكي بي ال دريم تيم؟ فريق الحلم، فريق الحلم، فريق الحلم. ما شاء الله، انا قاعد نتعلم منهم بشكل كبير في كل تعليق، وتبارك الله عليهم، اتمنى كل الفرق الكل يتعلموا منهم، وخاصه فريق فالكونز واللاعبين العرب يكونوا مشاهدين.